عشان نطمن بقى على حاله المرور والطرق والطرق البديله لو في طرق رئيسيه زحمه. معانا دلوقتي على الهاتف النقيب ياسر محي الدين، مشرف غرفه العمليات بالاداره العامه للمرور. صباح الورد يا فندم. صباح الخير يا فندم، على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك، ويا ريت تطمنا على التقرير المروري للنهارده. الحمد لله، اليوم بالنسبه للحركه المروريه السيوله تم في جميع المحاور وجميع الطرق الصحراويه والزراعيه. الحمد لله لا يوجد اي عوائق على طريق المحور، طريق الدائري الحمد لله، سواء طريق شبرا الزراعي القادم من الوجه البحري متجه الى القاهره، المنطقه من القلوب حتى الدائري يوجد بها بعض الكثافات الخفيفه وانتظام الساده الضباط لعمل على تسيير الحركه المروريه. بغض ذلك عن ذلك جميع الطرق تمام الحمد لله، لا يوجد بها اي عوائق. طيب سيادة النقيب، النهارده طبعا يوم الخميس يوم الاجازات، فهل متوقع بالليل ان يبقى في اماكن مثلا زحمه فيبقى في طرق بديله ليها؟ ان شاء الله هيتم ذلك بعد الظهر باذن الله، بعد خروج بعض الساده الموظفين من اعمالهم. وبيتم بالنسبه للحرف الحاله المروريه اللي الشارع بيبقى عليه، اذا كان الطريق يستعيد الحركه المروريه تمام ما فيش مشكله، اذا كان الطريق مزدحم بزياده عن اللازم بيتم تغيير خط السير، الطريق هو اللي بيحكم على ذلك. لكن ما فيش توقعات دلوقتي على انهي طريق، مثلا كوبري اكتوبر الدائري، ما فيش لسه توقعات ان ممكن ايه اللي يبقى زحمه فيه؟ لا الحمد لله جميع الطرق تمام الحمد لله، ما فيش اي عوائق الحمد لله. طب الحمد لله، وباذن الله هيبقى باذن الله الحركه المروريه ساريه باذن الله. بنشكرك يا فندم، شكرا جزيلا، وبنشكر النقيب ياسر محي الدين مشرف غرفه العمليات بالاداره العامه للمرور، وصباحك زي الورد.